حياكم الله أعزائي المشاهدين، وخلينا نتكلم عن خزانة المرأة الشرقية أو السيدة الشرقية. لا تخلو أكيد من الجلابيات، فهي رمز للأناقة الشرقية اللي أبدعت فيه الكثير من المصممات السعوديات والعربيات بشكل عام. هذا المجال برز فيه الكثير، وضيفتنا اليوم أحد بارزين في مجالات تصميم الجلابيات، ادخلت عليها بعض التفاصيل واللمسات الخاصه. نرحب سويه بالمصممه عبير عسقول. اهلا وسهلا فيك استاذه، حياك الله. حياك وبارك فيك. بدايه، لكل مصمم يمكن طابعه الخاص وذوقه الخاص ولمسته الخاصه. قبل ما نبدا معك، رح نطلع في هذا التقرير الذي اقيم معرض اكاليل للموضه والازياء بمشاركه العديد من المصممات بكل ما هو جديد في عالم تصميم الأزياء ومجال الموضة أيضا، أحدث المصممين واحتياجات المرأة العصرية والمزيد والمزيد. هنشوف كل كافة هذه التفاصيل في هذا التقرير، خلينا نتابع. أقيم معرض أكاليل برعاية صاحبة السمو الملكي عبير بنت عبد الله آل سعود، وهو يستهدف جميع الشركات والمواهب الشابة رجالا ونساء بأحدث التصاميم العالمية والجديد في عالم الموضة. احنا عبارة الصاية نصمم عبايات وقلبيات اللي صممها بنتي اسمها نوف الضبعان، وهي عندها الهواية هذه من طفولتها، بس انا حاول انه اشجعها اكون معها دائما، والحمد لله توفقت مع ان لها سنة بس، ولكن ما شاء الله يعني انتشرت على نطاق واسع وكونت زبائن على نطاق واسع جدا ما شاء الله عليها. شارك في المعرض أشهر شركات العطور الراقية والأسر المنتجة. لي 3 سنوات معهم في المعرض، اشترك مجاني طبعا. شغلي من تقريبا 3 سنين معاهم، بس 5 إلى 7 سنين خارج. أشتغل في البيت تصميم، كله تصميم من شغلنا احنا أيدي سعودية. ويعد معرض أكاليل رافدا للاقتصاد الوطني باعتبار المملكة أحد أكبر الأسواق العربية حركة في عالم الموضة والأزياء. عبد الأربعان، السعودية، الرياض. حياكم الله أعزائي المشاهدين في عالم الموضة والأزياء والمصممة عبير عسقول، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. تكلمنا وقلنا أنه لكل مصمم خطه الخاص وبصمته الخاصة، كيف تعبري عن ستايلك أو روحك في تصاميمك؟ أولا أنا أشكرك على استضافتك لي في هذا البرنامج، والله يحييك حبيبتي. صحيح، هو كل مصمم له بصمة، يعني هو هويته في كل تصاميمه، لابد أن يكون له طابع خاص أو خط خاص ما يحيد عنه، حتى لو تغيرت التصاميم، لأن التصاميم باستمرار تتغير، لكن لابد أنها تبقى هي هي، يعني تعرفي أنه هذا التصميم الفلان وهذا التصميم الفلانة. بالنسبة لي أنا ما أدري، أنا هويتي أو أحب النعومة، أحب البساطة، أحب أنها ما تكون ذات تكلفة عالية، يعني تكلفة في القمشة وفي الإكسسوارات خامات وغيرها. لا، الخامات لابد أنها تكون خامة طبعا شيء راقي مرتب تكون، لأن هي تعطي القيمة للجلابية. صحيح. لكن التكلفة اللي عليها الكشكشة والتعجيب والأشياء هذه أنا ما أحبها صراحة. فأنا ستايلي البساطة والنعومة في حلو. كان لك مشاركة أستاذ عبير في مهرجان الموضة في مصر. لو نتكلم عن هذه المشاركة وإيش الجلابيات اللي شاركتي فيها؟ بالنسبة لمهرجان الموضة العربية اللي صار في القاهرة قبل أسبوعين، بداية أنا أشكر القائمين والمنظمين والرعاة اللي أتاحوا لي الفرصة أني أشارك وأكون إحدى المصممات السعوديات بذا البرنامج بذا المهرجان. بالنسبة لي أنا كانت جلابياتي هي، إحنا قبل بيوم من المعرض، من عرض الأزياء، كان في عندنا لقاء صحفي مع قنوات عربية وأجنبية ومقابلات كانت مع مجلات إلكترونية للتنويه أكيد عن هذا. فهم المعرض. كان سؤالهم، إحنا كنا كذا مصممة سعودية، أنا كنت الوحيدة المتميزة بالجلابيات، فلما كان سؤالهم بين قوسين إنه أنت مصممة أزياء سعودية جلابية، إيش حتكوني يعني؟ إيش حتضيفي على العباية السعودية؟ هم في مخيلتهم إن الجلابية هي العباية السعودية. هي عباية، نعم. فكان إنه إيش حتضيفي يعني؟
رسموا في بالهم انه ايش ازيد شويه كشكشه شويه الوان شويه، لكن حتبقى العبايه هي هي. فانا لما اخذت يعني ما وضحت لهم بالضبط ايش هي الجلابيه، انه ان شاء الله بكره حتشوفوا شيء مميز وكذا. جميل. فثاني يوم يوم إن شاء ظهرت البنات على العرض الازياء، وكانت يعني الالوان والاشكال والديزاينات والرسومات والتطريز والكريستال والورود، فتفاجأوا انه هذه المرأة السعودية بدأت تتجه لاتجاهات الموضة والازياء، وما عادت محصورة فقط في العباية السعودية اللي هي العباية السوداء فقط. نعم. هذه بعض ازيائك استاذة عبير. نعم. في يعني خامات مختلفة في الزي الواحد. نعم. بس بنوع من النعومة زي ما قلتي. النعومة وانها تكون متجانسة بنفس الوقت، يعني لما اضيف لون مع لون، او مثل ما انت شايفة الذهبي مع اللون اللي هو العسلي او البني، يعني تكون متمازجة بطريقة تكون متناغمة وما يكون فيها اي شيء غير عن المألوف، يعني حتى انها تستصيغها السيدة. نعم. هذا معانا على الهواء الان هي بعض الصور. نعم. المعروضة عن مشاركتك في مهرجان صحيح. مصر للموضة، هذه احد الجلاليب اللي حضرتك عرضتيها. نعم. استاذ عبير، في فرق بين جلابيات النهار جلابيات السهرة؟ اكيد طبعا شيء اكيد. بالنسبة لجلابيات النهار عادة تكون الالوان الفاتحة الباردة، تكون طبعا اقمشة خفيفة اللي هي تساعد المرأة على حرية الحركة وما تقيدها في الصباح او في النهار، بينما في الليل او المساء او السهرة تكون مثل هذه مثلا، الالوان طبعا الغامقة داخلها ذهبي الفضي، تعطيها شوية الجاذبية والفخامة كمان. والفخامة طبعا لأن هي بالأساس لليل، ففي المساء يعني لازم تكون إنه تتميز عن النهار. هذه في النهار ممكن كمان تتلبس البيضة. أيوة. فالفرق إنه الخامة والألوان والإضافات اللي بتتركب على الجلابية تختلف. نعم. بخصوص الإضافات مثلا زي هذه الورود اللي على الجلابية. نعم. البيضة بتضيفيها برسمة معينة؟ نعم. بتضيفيها حسب رغبة الزبونة أو إيش الستايل؟ يعني في دي التوزيعات بعض التفاصيل الصغيرة. هي بالنسبة لي أنا أولا أرسم الموديل في راسي، يعني جميل. هي تصميم يبدأ مني، يعني أنا أرسمه. جميل. وأبدأ أشوف إيش أركب إيش على إيش، مثلا القماشة هنا الكريب جورجيت إحنا نسميه دخلت مع الدانتيل، طب حسيت إنه يبغى لها شيء من فوق، ففكرت في الورود هذه. هالحين هذه موضة، هذه الورود هذه على فكرة أنا اشتغلتها في يدي، الورود أنا ركبتها في يدي حبة حبة ولين أنتجت الورود وركبتها كلها يدوية حلوة. أيوة. فعشان تضفي عليها الجمال وبنفس الوقت تعطيها يعني شيء في حيوية وفي أنوثة وفي إبداع. يعني سؤالي ليكي، هل نوع القماش يفرق حسب جسم أو تكوين أكيد. المرأة أكيد. ولا في قماش خلاص هذا القماش إنه هو المناسب للجلابية؟ لا وما نتناقش فيه. أكيد لازم كل سيدة حسب تكوين جسمها تختار القماش المناسب، يعني في قماش مثلا ينفش. نعم. هذا ما يمشي أبدا مع السيدة المتينة. صحيح. يعني يعطيها متن زيادة. مثل الأقمشة اللي هي بالستريتش أو اللي بتمسك على الجسم أبدا ما تمشي كمان للرفيعة لأنها تتبين عيوب جسمها اللي هي الرفع الزايد. نعم. أيوة أكيد كل سيدة يناسبها وحسب بشرتها وحسب ولون جسمها بشرتها. أكيد. نعم. أيوة. أستاذ عبير، أكيد مجال الموضة والأزياء وعالم المرأة عموما ما ينتهي وما راح نقفل منه. يديك العافية، شكرا لك على المشاركة، أتمنى لك كل التوفيق. شكراً. مميزة حبيبتي. دائما شكراً. بتصميماتك.